السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله أنا ده فيديو هتكلم فيه عن مقدمة عن الكورس اللي أنا أعلنت عنه إن شاء الله، اللي هو أمراض الأسماك وكيفية الوقاية منها. إن شاء الله في الفيديو ده هوضح لحضراتكم في الكورس ده أنا المفروض هتكلم عن إيه. هتكلم هل الأسماك بتمرض؟ الأسماك بتمرض. في ناس بتسأل هل الأسماك عندها أمراض زيها زي الحيوانات، زي الدواجن، زي الإنسان، زي كل الكائنات، أي كائن حي أو كائن حي موجود على الأرض بيمرض، وبيمرض إزاي، بيمرض وليه. إن شاء الله تابعونا في الكورس هتعرفوا إيه هو، هل الأسماك بتمرض ولا لأ. أيوه بتمرض، هنعرفه إن شاء الله خلال الكورس. الكيفية بتاعة المرض بتاعة في الأسماك بيكون إزاي، وليه الأسماك بتمرض. طب إيه هي مسببات الأمراض، سواء كانت مسببات معدية أو غير معدية. هنتكلم عن الأمراض المعدية والأمراض الغير معدية. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ودي هتكون الأساس بتاع الكورس أو أساس الدورة إن شاء الله، وهو كيفية الوقاية من أمراض الأسماك أو من الأمراض اللي بتصيب الأسماك. إحنا عارفين إن إحنا عندنا كراجل مزارع أو كراجل متخصص، إن أنا عندي مزرعة سمكية أو بفكر أعمل مزرعة سمكية، فالأسماك كلها مع بعضها بتبقى في حوض واحد أو في تانك واحد. ففرضنا إن في سمكة واحدة بس كانت مصابة أو عجلها مرض، والمرض ده هينتشر بسرعة جدا، بسرعة كبيرة جدا بين في الحوض كله أو في التانك، وبالتالي أنت هتفقد كل الأسماك اللي عندك. لو لا قدر الله لو المرض ده خطير أو حاجة، هتفقد كل الأسماك اللي موجودة عندك في الحوض، فتكون الخسارة كبيرة جدا. عشان كده ممكن بيترتب ان لما تحدث اصابه مرضيه في الحوض او في التانك بتاعك، بتكون ممكن تكون اصابه وبائيه بان اسماك احد الاحواض، فكل الاسماك المربى بتبقى وتكون مصابه بالتاكيد، وممكن تموت الاسماك بتاعتك، ممكن كل الاسماك الموجوده عندك في الحوض بتاعك تموت مره واحده. عشان كده احنا في مجال الاسماك بنركز، مش بنركز على العلاج، عشان العلاج بعمليه ان انت تطبيق العلاج بالنسبه للمزارع السمكيه بيكون صعب. انت هتضيفه ازاي في الميه؟ طب انت عندك كام حيوان مريض؟ عندك انت بتضيف العلاج كله للاسماك كلها، فدي بيكلفك وبتكون تكلفه. فاحنا هنصب التركيز في الدوره على عملية الوقاية من الأمراض. وعشان كده أي مزرعة هيكون أخصائي، الأخصائي بتاع الرعاية الصحية في أي مزرعة بيركز في الدرجة الأولى، تركيزك بيكون في الدرجة الأولى على عمليات الوقاية، وده اللي احنا هنتكلم عليه خلال الدورة التدريبية. إن شاء الله منتظركم يوم الدورة التدريبية، هتكون يوم 12/1 إن شاء الله الساعة 7 مساء بتوقيت مصر إن شاء الله. أتمنى إن أنتم تشرفونا وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.